ناس مشتركات تصلح للتعايش بين الإسلام والمسيحية، لكن هناك نقاط اختلاف جوهرية. مقتل 30 قبطي كافر من الأخوة المسيحيين، يعني عايز إيه؟ ما يترتب على تكفير الآخر هناك تفجير. وأنا شفت فيديو لواحد فيهم حاطط بوكيه ورد على طابلوه العربية وراح يفجر نفسه. اللي بيفكر بالطريقة ده إنسان مريض هبل. الناس في المجتمع ما تعرفش عن المسيحيين كتير. اجروا على الإعلام وقولوا عايزين مساحة إعلامية، مش دي معترف به؟ طب اشرح. لا يقولون المسيحيون إن الله ثالث ثلاث. لا طبعا، إحنا مش ممكن نكون بنعبد الصليب. والله لا يمكن أن يموت. كيف تقول المسيحية إن الله اتخذ له صاحبة؟ المسيحية هي التي علمت العالم كله التوحيد. أنا سأفجر مفاجأة من العيار الثقيل. الله ليس هو المسيح. إحنا لا عندنا ذخيرة ولا أسلحة. الله محبة والله بيحب الزنا. رأس السنة بيبوسوا بعض. المسيحية لا تقبل إنها تدعي على شخص. الله يحيل رسوله إلى كتاب محرف. اشرح عشان ما نقعدش دايما ابص الاقي الناس كلها بترجم الدين المسيحي بالحجاره وانتوا السبب. بنصلي من اجل رئيس الجمهوريه وكل الحكومه وكل الوزراء. تصلي من اجل جيشنا، من اجل جنودنا. اذا هذه كنيسه وطنيه رغم انف الجميع. الانسان عدو ما يكل. التعليم الاساسي هو خلق المواطن. الوعي السليم. الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الاديان. تشاهدونه عبر تطبيق سات 7 بلس.